الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد مسيرتنا محمد رسول الله. صلوا على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبنائي وبناتي الأحباب، أيها الإخوة والأخوات، شعب بنزرت المناضل في هذه المدينة المجاهدة، إلى شعبنا في كل أرجاء هذه في هذا البلد الطيب، ونخص بالذكر مناضلي اتحاد الشغل، ونحن نجتمع بهذه المناسبة. أحييكم جميعا بخير التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست هذه المرة الأولى التي نحتفل فيها بهذه المناسبة. أذكر أنه في سنة 80 و81 من القرن الماضي بدأنا الاحتفال بعيد الشغل، واستمررنا بعد ذلك في كل سنة تحتفي الحركة بعيد الشغل، وتذكر بحقوق الشغالين ودورهم إن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى تحرير البلاد من الاستعمار. نحن بهذه المناسبة نترحم على مؤسسي وقادة الاتحاد الشهيد فرحات حشاد ومحمد علي الحامي قبل ذلك، والقناوي وقبل ذلك الشيخ محمد فاضل بن عاشور أول رئيس للاتحاد، ونحيي كل مناضلي الاتحاد أحياء وأمواتا. نحيي صديقنا عاشور الحبيب عاشور، كما نحيي من لقي ربه من قادة هذا الاتحاد، القناوي وأحمد التليلي وصديقنا أحمد بن صالح وكل الذين ناضلوا من أجل تونس حرة مستقلة ومن أجل تونس حرة نامية. نحن نعتبر أن الإسلام إنما جاء ليحقق العدل، فالعدل هو القيمة الكبرى في الإسلام، ولذلك لا يقوم عمران إلا بالعدل. العدل أساس العمران كما يقول ابن خلدون، ولذلك يبدو العدل في أبهى أشكاله في توزيع الحقوق، في توزيع الثروات، توزيع حق الحرية، وتوزيع حق العمل، وتوزيع حق العيش الكريم. الثورة، ثورتنا المباركة، على إيش قامت؟ قامت من أجل حقوق الشغالين، ولذلك كان من أهم شعارات الثورة الشغل استحقاق، وكان من أهم شعارات الثورة حرية، تشغيل، كرامة وطنية. فما يلزمش ننساو اليوم أن ثورتنا هذه إنما جاءت لإحقاق الكرامة، الكرامة الوطنية بأبعادها، أبعاد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وين وصلنا نحن الآن بثورتنا؟ ثورتنا ما زالت تتقدم والحمد لله، وتتقدم على الطريق الصحيح، وتعتبر الاستثناء في العالم العربي. في العالم العربي ينظر إلى تونس، وفي العالم كله على أنها جوهرة الربيع العربي، جوهرة العالم العربي. عام 2011 ابحرت 5 زوارق في بحر الحرية، واحد منها فقط هو اللي وصل إلى شاطئ السلامة، هو الزورق التونسي. الزوارق الأخرى مازال عندها حظ باش تنجح ولا ما عادش.
مازال عندها حظ. الحرية الديمقراطية ما صنع في تونس، نحن أردنا أن نقول للعالم كله أنه إذا نجحت الديمقراطية في تونس راهي باش تنجح في كل العالم العربي إن شاء الله. لأنه التوانسة كيفهم كيف غيرهم، ما همش مطلعين. ثم ظروف في البلاد العربية الأخرى، ثم ظروف أكثر تعقيد، ظروف معقدة وعراقيل أكثر، ولكن ستصل زوارقهم أيضا إلى شاطئ السلام إن شاء الله، كما وصل زورق تونس، وكان لحركة النهضة دور كبير وإسهام معتبر، وهذا اليوم يعترف به الجميع، أو لنقول يعترف به المنصفون، المنصفون داخل البلاد وخارجها يعترفوا بدور النهضة في إنقاذ تونس وصناعة ما يسمى الاستثناء التونسي، والحمد لله. وين وصلنا الآن؟ الآن وصلنا في تحقيق أهداف ثورتنا مرحلة مهمة، لكن اللي مازال أكثر من اللي حققناه. الآن نحن عملنا حكومة منتخبة وبرلمان منتخب ودستور عظيم وهيئات انتقالية، هيئات انتخابية وهيئات تراقب الصحافة إلى آخره، بحيث على المستوى الدستوري، على المستوى القانوني، على مستوى الحريات والديمقراطية قطعنا أشواط كبيرة. ما زال بعض ما لم يتحقق بعد، ما زال هون النقاش حول مجلس القضاء الأعلى، بحيث قاعدين نآثثوا في الدار متاعنا، دار الديمقراطية قاعدة تتأثث. بعد عملنا دستور وعملنا جملة من الهيئات، معناها دارنا بيت الديمقراطية قاعد يتأثث بتونس. لكن الناس ما تعيشش بالديمقراطية فقط، الديمقراطية توكل وتشرب ولا ما توكلش؟ ما يكفيش إن ممكن نشبع الناس بالحرية، ولكن يبقى الناس يحتاجون أيضا إلى، يحتاجون إلى الخبز، يحتاج الناس إلى المسكن، يحتاج الناس إلى المستشفى، يحتاج الناس إلى الشغل، إلى طرقات جيدة. وهذا تحقق ولا مازال؟ هذا على الطريق إن شاء الله. نحن وقت اللي نشوفه من 3 ولا 4 أيام نشوفوا هيئة تتكون من 4 أحزاب يتناقشوا كيفاش يدعموا الحكومة، نحن نقولوا نحن على الطريق الصحيح، لأنه الأحزاب هضم السنة الماضية كيفاش كانت علاقتهم السنة الماضية؟ السنة الماضية كانوا في الشوارع يتعاركوا، السنة الماضية كان صراع والناس يكون خايف على مصير تونس، وإذا بنشوفوا الآن النهضة والنداء والحر والوفاق كلهم مجتمعين يتناقشوا كيفاش ينجحوا برنامج الحكومة. هذا يستحق التحية، يستحق من هذا العمل، هذا الائتلاف الحكومي يحتاج إلى تحية، لأنه علامة من علامات نجاح تونس. أدعوكم إلى أن تحيوا هذا الائتلاف. نحن ما عرفنا في تاريخنا القريب إلا الصراع، الناس تتصارع، لكن تونس قدمت نموذج في أن الأحزاب اللي تصارعت أمام صناديق الاقتراع اليوم تعمل جنبا لجنب من أجل تونس، من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف ثورتنا اللي هو إيش؟ التنمية، تحقيق التنمية. حالنا الآن يعجب في هذا المستوى ولا ما يعجبش؟ على كل حال، الحال نستطيع أن نقول ما يعجبش، نستطيع أن نقول بأن الشعب التونسي مش راضي. الشعب التونسي ونحن جزء من الشعب التونسي نتمناه لتونس خير من هك، نتمناه ما يبقاش 15% ولا 20% من شباننا عاطلين عن العمل، و50% من شباننا وشاباتنا ما يتزوجوش لأنه ما عندهم الشغل باش يتزوجوا.
وعديد من شباننا 50% تقريبا من شباننا من تلامذتنا إذا مش مرة اثنين أكثر من مرة واثنين تعاطوا المخدرات. أولادنا يرموا أرواحهم في البحر، وأولادنا يرموا أرواحهم، جزء منهم يرموا أرواحهم في أحضان الإرهاب. معنى ذلك أن وضعنا ماهوش مناسب. صحيح نحن حققنا الديمقراطية، ولكن حتى الآن ما نزال نحتاج إلى ماذا؟ ما نزال محتاجين إلى إصلاحات كبرى، إلى إصلاحات كبرى تعيد للعمل، أولا تعيد العمل قيمته على أنه العمل العبادة. شعبنا الآن خدام ولا مش خدام؟ لا، حاله ما يعجبش. ولذلك المعهد الأعلى للإحصاء اعمل سبر أرى قداش التونسي يخدم كل يوم. التونسي يخدم 8 ساعات، يخلص على ثمانية ساعات، وقداش يخدم 8 دقائق. هذا أمر مخجل، اللي يحشم في الحقيقة. هذا من الناحية الأخلاقية يحشم، ومن الناحية الدينية شنو هو؟ حرام زقوه. معنى ذلك أنه نحن نوكلوا في أولادنا في الحرام، ونقولوا كيفاش جاء سلوكهم، جاء منحرف، نوكلوا فيه في الحرام نحن. يخلص على 8 ساعات ويخدم 10 دقائق ولا 8 دقائق. بينما نحن ديننا ربط بين الإيمان والعمل. الإيمان الصحيح هو الذي ينتج عملا، ولا خير في دين ولا خير في إيمان لا ينتج عملا. ولذلك كل ما تلقى الإيمان تلقى بحذاه العمل الصالح، مش العمل فقط، وإنما العمل الصالح. والعمل الصالح مش صلاة وحج وقراءة قرآن فقط، بل مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هو وأصحابه، ومر بجانبهم شخص قوي يسمع لوقع أقدامه دوي، يمشي بقوة، إنسان جاد. قال واحد من الصحابة: ليته يجاهد معنا، يا ريت بهالقوة هذه راه في صفنا يجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقط المناسبة وقال له: إذا من أدراك أنه ليس مجاهدا؟ إذا كان في هالجدية هذه المشية القوية، إذا هو ماشي باش يخدم على عياله ويعف نفسه، فهو في سبيل الله، فهو مجاهد في سبيل الله. ولذلك نحن نعتبر عمارة الدنيا، تعمير الدنيا، لأن ربي ليش خلقنا نحن؟ خلقنا لعمارة الدنيا، واستعمركم فيها. لازم نعمروا الدنيا هذه. باش نعمروها؟ نعمروها بالشغل، عمرو بالعمل الصحيح، نستخرج الأرزاق اللي ربنا أودعها. نحن ربي أعطانا بلاد عظيمة، أعطانا بلاد في وسط العالم، هواها نقي، هواها معتدل جيد، فيها الثروات الزراعية، وفيها الثروات السياحية والثقافية، وفيها كل الخيرات. ما نقصنا إلا أن توافقوا الساعة، ما نجوش في روس بعضنا، ما نكسروش بعضنا. وثانيا ما نقصنا إلا العرق، إلا الجهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأً عمل عملا فأتقنه. عندنا الإتقان الآن ولا ما عندناش؟ أنت تتهنى الآن وقت تجي واحد تدخله لدارك باش يلحم حاجة، ولا باش يبني، ولا باش يرقع، تطمن أنه باش يخدم الخدمة على الصحيح؟ ما تطمنش. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نعيد للعمل اعتباره. نحن الناس كل الطالب في البلاد هذه، الناس كل الطالب في الزيادات، وعندهم حق ولا ما عندهمش؟ عندهم. المعيشة غالية ولا رخيصة في بلادنا؟ غالية الحقيقة، غالية. ولذلك من حق الناس الطالب، ولكن من واجبها أيضا أنها تعرف وتخدم. ولذلك إذا كان واحد زاد في الإنتاجية عنده الحق باش
باش يطالب، وإذا ما زادش في الإنتاجية باش يطالب. إذا البقرة تحلبها تحلبها وبدون ما تحلبها شوية في النهاية تطلع دم في النهاية. نحن تونس البقرة هذه بقى نحلبوا بها تولي حتى لين تطلع الدم. ولذلك نحتاج إلى أن نعيد للعمل اعتباره، نحتاج لإصلاحات كبيرة. بلادنا تحتاج لإصلاحات كبيرة، لأن تونس وقت تشوفوها في الحقيقة تشوفوها كأنها مكتفة، كأنها بلاد. شنو المكتف تونس؟ تونس لازمها تنطلق الثورة هذه، ثورة كسرت الأغلال متاع تونس، ولكن أنا هي الأغلال، الأغلال السياسية، فأصبح التونسي يتكلم كما يحب وينتمي لأي حزب وينتخب حر، ولكن ثم أغلال أخرى ما تكسرتش ولا لا؟ ثم أغلال أخرى. الآن إذا أنت تحب، إذا واحد يحب يعمل شركة شي يحب له في بلدان أخرى، خلال ساعتين في الإمارات تنجم تعمل شركة، في المغرب خلال ساعة تنجم تعمل شركة، في إنجلترا تنجم بالكمبيوتر بتاعك تعمل شركة بدون ما تمشي. بينما في تونس باش تحل شركة برا شي يحب لك، في النهاية إذا أنت مشيت في الطريق الصحيح في القانون تمشي 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 وكلهم ما يأثروا فيك، وفي نفس الوقت واحد ينادي فيك على اليمين والاخر اللي صار يقول لك تعالى تعالى نقضي لك قضيتك فك عليك راهو القانون ما يوصلش. اذا نحن باش نعملوا مصنع على ارض اش يحب لنا باش نبدلوا صبغه الارض، بحيث بلادنا مكتفه بالقوانين. ولذلك انا قلت للسي الحبيب الصيد رئيس حكومتنا، قلت له لازمك تكون عندك الجراه، لازمك تكورج ما تخافش، نحن معاك، بدل اعمل أو شرع بالاوامر. اذا كان المجلس الشعب ما عندوش وقت باش يوافق على القوانين، شرع، اعمل اوامر، اعمل مراسيم، تحرك. بلادنا مكتفه بمجلات الاستثمار والصعوبات الاداريه، ولذلك بلادنا لازمها تنطلق من خلال إصلاحات كبرى. نحن عندنا المؤسسات العمومية هذه الآن باركة كيف كيف، النهار كل معناها يزيدوها في العمال ويزيدوها في المطالب، وكما قالوا هي مش نايضة. معناها كان فيها تونيزال كان فيها 5000 ولا فيها 17000، والسي بي جي كان فيها 7000 ولا فيها 27000، والإنتاج زاد ولا نقص؟ نقص. معنى ذلك أننا نحن ماشيين للفلس. ولذلك لازلنا إصلاحات كبرى، لازم إصلاحات كبرى تعيد العمل لاعتباره، إصلاحات كبرى أنا تسرح العطالة الإدارية، تولي أمورنا الإدارية ما نتحطلوش فيها، إصلاحات كبرى تشغل الشباب وتشغل النساء وتعطي للعمل قيمته. كما قلت نحن الآن عندنا فيض مئات الآلاف من أصحاب الشاي، ومن جهة أخرى عندنا برشا خدمة ما نلقاوش شكون يخدمها. إذا تحب مهندس تلقى مهندس، لكن إذا تحب لحام تلقى لحام، ما تلقاش يقعد يقول انا حاجتي بلحام مش مهندس. معناها لازمنا ندربوا شبابنا، والعمل نراه كله شرف، ما يجيش يقول هذا انسان هذا عمل ما عندوش قيمه. تلان لحام يصور اكثر من استاذ جامعي ولا لا؟ وكهربجي يصور اكثر من مهندس. ولذلك لازمنا نعلم اولادنا الصنايع. التكوين المهني هذا كان اللي في عهد المخلوع نحاو، كان عندنا وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم المهني، نحاو التعليم المهني وسرحوا ثنية برا الناس كل تمشي تاخذ شهادة عليا. في الأخير لقينا مئات الآلاف من أصحاب الشهادة، والبلاد باركة، لأنه البلاد تحتاج الخدامة، تحتاج لأصحاب الصنايع. نحن الآن بصدد إعادة البرنامج التربوي، ثم
السبب العطالة بتاع البلاد انه نحن الجهاز التربوي بتاعنا ما هوش يخدم، يطلع فيه بطالة. مهمة المدارس والجامعات شنو؟ تخرج لنا ناس باش يخدموا، تخرج لنا ناس باش ينموا البلاد، مش تخرج لنا جيش من العاطلين. معنى ذلك انه برنامج التربية بتاعنا برنامج فاسد. ما ثماش ارتباط بين السوق، حاجة السوق، وبين المدارس والجامعات. لازمهم يكونوا يخدموا بعض، يخدموا بعضهم. عملوا لنا في العهد المخلوع عملوا لنا برنامج تربوي تركز كله على مسألة الهوية، على انه التشكيك في هوية، في قضايا تتعلق بالإسلام، بدعوى محاربة الوصولية ومحاربة الحركة الإسلامية. ولذلك مش غريب بعد ذلك أنه يتولد لنا جيل فارغ، جاءوا جماعة الفارغ، جاءوا جماعة المخدرات القوا في السوق، جاءوا جماعة اللي يهربوا الناس البر القوا في السوق، جاء داعش والإرهابيين القوا في أولادنا سوق. ليش؟ لأن أولادنا فارغين، لم نملاهم بدين صحيح وبثقافة متينة وبتكوين مهني قوي. ولذلك الآن نحن في عيد الشغل نحتاج إلى إعادة النظر في برامج التعليم، وما يلزمش من جديد يرجعوا لنا جماعة يقولوا لنا بدافع محاربة الإرهاب نسكروا الجوامع، والا نسكروا روضات القران. ما يلزمش هذا الخلط، لانه هذا عملوا المخلوع عمل هكا وفشل. ولذلك ما يلزمش نعاود التجارب الغالطه. نحن نحاربوا الارهاب، والارهاب ما يلزمش يكون عنده مكان في بلادنا، لأن الإسلام دين رحمة ودين عدل وتقوى وأخوة ومساواة. الإسلام شنو اللي علمنا؟ علمنا أولا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما تقتلش نفسك يا مسلم، ما تقتلش نفسك أول شيء، أنه نحن نحافظ على نفوسنا. الآن ولا عندنا حتى أولاد صغار ينتحروا، وليدات صغار تلامذة ينتحر. هذا الشيء ما كانش تعرفه بلادنا قبل. يعلمنا الإسلام ثانيا يقول لنا لا إكراه في الدين. إيش معناه؟ معناه عندك الحق باش تعتقد فيما تشاء، ولكن ما عندكش الحق باش تجبر الناس. لكم دينكم ولي دين. يعلمنا الإسلام ثالثا يقول لنا من حقك باش تدعو إلى دينك وإلى رأيك وإلى مبدئك، ولكن بأي طريق؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك اللي يعملوا فيها هم الشبان اللي هم ما خذاوش، ما تعلموش الإسلام تعليم صحيح. تعلموا الإسلام على أنه قتل، وتعلموا الإسلام على أن تفرض رأيك على الآخرين بالقوة، وجاهلوا لا إكراه في الدين لكم دينكم ولي دين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا معناه، مش أنه نحن نفرغ البرامج من الدين، وإنما نعمر البرامج بدين صحيح، دين يحط على صيانة كرامة الإنسان، على حسن الأخلاق، على رعاية الوالدين، على حسن الخلق. هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نحتاج، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نحتاج إلى إعادة النظر. نحن مشينا شوط باهي في تحقيق الديمقراطية، ونحن نجتمع في كل مكان والحمد لله آمنين مطمئنين.
50 سنة 60 سنة تعدوا ونحن ما كانش عندنا الإمكانية هذه باش نعقدوا اجتماعات وباش نتكلموا ونتحاوروا. الحمد لله بلادنا من دون البلاد العربية الآن تتمتع بحق الحرية والديمقراطية، نحن أحرار في بلادنا. ولذلك هذه أمانة يا أبنائي وبناتي أنكم تحافظوا على الحرية، تحافظوا على الديمقراطية، تحافظوا على أمن تونس وسلامة تونس. وقت اللي تشوف ولدك ولا جارك ولا واحد يصلي معاك في المسجد شوف عليه علامات الانحراف وأنه يكفر في المسلمين، لازمك تقنعه، لازمك تحاور معه تتكلم معاه. وإذا أنت ما نجحتش معاه شوف واحد آخر متعلم من المشايخ يحاول. ما يلزمش نبقوا مكتفين يدينا وبلادنا يتآمروا عليها. نحن محسودين، التوانسة الآن محسودين لأنه عملنا تجربة ديمقراطية ناجحة، وغيرنا يخاف أن العدوى تنتقل إليه. نحن ما عندناش أي مشروع لتصدير الثورة، لأن الثورة التونسية كما قلت لبعض الإخوة في العالم العربي قلت لهم هي سلعة للاستهلاك المحلي. الثورة بتاعنا نحن احتجنا لثورة في بلادنا، وإذا أنتم قدرتوا باش توصلوا للحرية والديمقراطية من غير ثورة وإنما بإصلاحات أحسن. مثلا ملك المغرب وقت اللي شاف موقع في تونس ايش عمل إصلاحات دستورية وفتح المجال للحركة الإسلامية، وبعد أشهر قليلة ولات الحركة الإسلامية تحكم. هذا ما حكام أذكياء، لكن ثم حكام أخرين يتصوروا اللي هم قادرين باش يمنعوا التطور التاريخ، يوقفوا في طريق الشعوب أن تتحرر. على كل حال اللي يهمنا نحن نريد الخير لكل البلاد العربية والإسلامية. نحن نريد لبلادنا أهم شيء نجم نقدموه للعالم العربي. شنو أهم شيء نجم نقدموه نحن؟ هو نضرب المثال، قدموا النموذج، نبرهن على أن الديمقراطية تصلح في العالم العربي، والعرب براهم كما قيد خلق ربي يقدروا يعملوا ثورة ديمقراطية سلمية وينظموا انتخابات حرة نزيهة ليست تحت إشراف وزارة الداخلية. العرب قادرين على هذا، والدليل على ذلك ها نحن في تونس عملنا هذا الأمر. لأن ثم بعض أخطار تتهددنا، من جملتها أخطر ثم ناس يقولوا ما دام ثم إرهاب في البلاد الإرهاب شنو اللي ينفع معاه؟ ما ينفع معاه إلا العنف، ما ينفع معاه إلا أن نسيبوا الشرطة تفعل ما تشاء، تعذب وتعتقل بالليل والنهار وتكسر. هذا يوصل ولا ما يوصلش؟ انت ما جربوا المخلوع، المخلوع ما جرب التجربة هذه ولا لا؟ جرب التجربة هذه. وها نحن نعانوا الآن، نحن نعانوا في المخلفات نتاع العهد الماضي، لأنه هذوما الآلاف من الشباب المنفلت ما فهمش الإسلام، هذوما ما ترباوش في عهد الثورة وإنما ترباو في العهد السابق، ترباوا في العهد البائد. كما كان النظام يمارس العنف رد الفعل كان من نفس النوع، يقولوا كل نظام يستحق معارضته، كل نظام يجيه معارضة من جنسه. ولذلك الشباب هذوما المنفلتين هذوما هم بقايا العهد البائد. باش ما نكرروش التجربة نحن يلزم الشرطة متاعنا تلتزم بالقانون. ولذلك المشروع اللي الآن باش يتعدى على المجلس الشعب، كثير من المنظمات الحقوقية تنظر إلى تعتبر أنه فيه تجاوزات للدستور ولحقوق الإنسان. نخليه يتعدى ولا نخلوش؟ لا ما نخلوش يتعدى إن شاء الله. مش ما يتعداش الكل وإنما الفصول.
الفصول اللي فيها تجاوزات لحقوق الانسان بحيث باش يحطوه على الميزان. الميزان شنو؟ الدستور. باش نحطوه على ميزان الدستور، كل شيء يوافق الدستور يتعدى، كل شيء يخالف الدستور ما يتعداش. مش قاعدين نعملوا نحن هناك بعد سمير وجماعه قاعدين نعملوا. بحيث نحن في الحكومة نعم، ولكن محكومين بالدستور. الدستور هو الذي يحكمنا سواء في الحكومة ولا في المعارضة، الناس كل تحتكم للدستور. نحن نريد لشرطتنا أن تقوم بواجبها، ونحن نترحم على شهداء الأمن، أحيي شهداء الأمن وشهداء الجيش. نقف نحن مع جهازنا الأمني ومع جهازنا العسكري في الدول المتقدمة. وقت اللي يولي الجيش في معركة الشعب وراءه، ما ثماش كلام. ولذلك نحن وراء الشعب، وراء جيشنا وشرطتنا في مواجهة كل ما يخالف القانون، في مواجهة الإرهاب. ولكن نحن تجربتنا الديمقراطية تجربة ناشئة، ولذلك شرطتنا نفسها تحتاج إلى وقت حتى تصبح تعالج الظواهر المعقدة مثل ظاهرة الإرهاب، تعالجها في إطار القانون. ولذلك نحن كلنا قاعدين نتعلم، الشرطة تتعلم، والمعارضة قاعدة تتعلم، والإدارة كلنا قاعدين نتعلم في الديمقراطية. وحتى حد ما يلزم يدعي بأنه ورثها عن آبائه وأجداده الديمقراطية. نحن ما زلنا في السنة رابعة ديمقراطية، نحن مدجش وما زلنا. ولذلك لازم نراعيه شرطتنا، ونراعيه جيشنا، ونراعيه إدارتنا. ولكن ينبغي أن نأخذ الأمور بالجدية الكافية، أن القانون لازم يتطبق. نحارب الإرهاب جميعا، ولكن في إطار القانون، في إطار حقوق الإنسان، في إطار الدستور. وبلادنا لازم ينبثق فيها الأمل. ردوا بالنا من أن شبابنا يصيبه اليأس، لازم يرى في آخر النفق ضوءا. فما برشا ناس وقت اللي يشوفوا الآن، تشوفوا الصحافة والإذاعات والإعلام عموما، معنى إنسان ياخذ فكرة على أن تونس ماشية ما تلقى فيها إلا الجرائم في الصفحة الأولى، ما تلقى إلا جرائم القتل، هذا قتل أمه، هذا قتل أبوه، هذا اغتصب أخته. صحيح الصحافة تحب تبيع، ولذلك تجيب الأشياء هذه الملفتة، ولكن تونس ماهيش هذه. تونس ماهيش إرهاب، وتونس ماهيش قتل قاتل ومقتول. تونس ديمقراطية وحقوق إنسان ومجلس شعب ومؤسسات ديمقراطية ومشاريع تنمية. نحن نتوقع من حكومتنا ورئيس حكومتنا أن يقدم على تغييرات كبيرة، إصلاحات كبيرة، وأن يبشر بمشاريع كبيرة، مشاريع ضخمة، نقل المطار مثلا من مكان اللي هو في وسط البلاد، نقله الى مكان بعيد حتى المنطقه هذيك كلها تنهض، تجفيف السجومي الى اخره. وهناك مشاريع كبيره في بنزرت وصفاقس وقفصه، هذه لازمنا مشاريع كبيره شوارف. بعض الناس يقولوا تونس تحتاج في كل دار الى كمبيوتر، على اساس انه مستقبل تونس في الاقتصاد الرقمي. صحيح هذا ولا مش صحيح؟ نحن نقول باهي كل دار كمبيوتر، ولكن نحبوا في كل دار بلا وبيوج زاد. نحبوا في كل دار زاد بلا وبيوج نستخدم. بلادنا بلاد فلاحيه. ولذلك لازم اقتصادنا يكون متنوع، في الاقتصاد الرقمي، وفي الاقتصاد الفلاحي، وفي الاقتصاد البحري، وما إلى ذلك. لازم نبث الأمل في شبابنا على أن تونس عندها مستقبل. تونس عندها مستقبل كبير. نفكروا كنسرحوا خيالنا، تونس كيفاش تتصوروا تونس عام 2030؟ كيفاش تتصوروها؟ تصوروا تونس عام 2030 ونخدموا على 2030 تونس ما فيهاش بطال،
تونس ما فيهاش أمي، تونس ما فيهاش مظلوم، تونس ما فيهاش فوضى، تونس كلها مترويات، يعني كلها طرق سريعة وسكك حديدية متقدمة ومواني ضخمة ومركز ثقافي عالمي وجامعات كبرى، لأنه نحن في وسط العالم. نجم تونس تتعلم لو طورت التعليم فقط، نجم نعلم مئات الألاف من الأفارقة كلهم ينظرون إلى بلادنا بإعجاب. نجم تونس توي مئات الألاف مستشفياتها تتطور، وتوي مئات الألاف ممن يطلبون الاستشفاء في تونس. فتونس عندها مستقبل عظيم كمركز ثقافي ومركز صحي ومركز تعليمي ومركز إعلامي، ولكن فقط يلزمنا نتحملوا بعضنا شوية ونتضامن أكثر فأكثر ونحيي النية السيئة ونقول هذه تونس لكل التونسيين والتونسيات. نحيي فكرة الإقصاء، نحن وقت اللي جات عندنا فرصة باش نقصيو جماعة التجمع قبل وجماعة المساترة، مشينا بالإقصاء ولا رفضنا الإقصاء؟ رفضنا الإقصاء وقلنا لا، تونس لكل التونسيين، أو إنه ثم عدالة انتقالية تو تحاسب الناس بالفرد بالفرد مش حساب بالجملة وبالانتقام. نحن نحب نفتح جروح الماضي، ولكن مش باش نصبوا عليها الملح، وإنما باش ننظفوها ونخيطوها ونمضي إلى المستقبل بدون أحقاد. تونس ما تحتاج لأحقاد، تونس تحتاج للتسامح، تحتاج للعفو. ولذلك نحن لا نريد لتونسي يكون ما عندوش جواز سفر. أنا متألم للتوانسة اللي ما عندهم جواز سفر. كل واحد لازم يكون عنده جواز سفر. جواز سفر مش منا. بما في ذلك من علي لازم ياخذ الجواز نتاعه. لازم الناس كل تاخذ الجواز، كل الناس. الجواز راهو مثل بطاقة التعريف. الجواز مثل بطاقة التعريف، حق. كونه عنده جريمة حكم الحبس. ولكن لازم كل تونسي، أولاد بن علي، عيل بن علي، كلهم لازم يكون عندهم الجواز بتاعهم. مثلا حتى تونسي تمنع من الجواز، بأي حق تمنع؟ نحن أبناء النهضة عشنا 20 سنة نحن بدون جوازات ومطاردين في العالم، ما يلزمش نطاردوا غيرنا أبدا. لازم نتجه، ما قريتوش في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل يوم فتح مكة؟ قال لهم اذهبوا وانتم احرار. الناس اللي خرجوا من مكة المكرمة وعدوا بلال واصحابه وشردوهم واخذوا لهم اموالهم وطاردوهم حتى للمدينة، نار مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال اذهبوا وانتم احرار، اذهبوا وانتم طلقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمكن أصحابه من حمل الإسلام. بيش وصلنا الإسلام لتونس لهنا؟ نتيجة الهم فأنتم طلقاء، نتيجة سياسة العفو والسماحة. الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينشر الإسلام في العالم كله. ولذلك لازم نتخلوا على سياسة الثأر وسياسة الانتقام. ثم عدالة انتقالية لأجرم اللي تلفلس الناس، اللي يعذب الناس، ثم عدالة. ثم عدالة، ولكن ما ثماش انتقام، ما ثماش ثأر. بورقيبة وقت اللي جاء في بداية الاستقلال انتقم من خصومه. ولذلك المعارضات اللي نشأت بعد ذلك شيوعيين وإسلاميين كلهم بالحقيقة من العائلات التي قهرت. نحن ما نحبوش نصدروا للجيل الجديد نصدر الثارات والأحقاد. نريد أن نحفر حفرة من هنا ونردم فيها كل الثارات ونتجه إلى المستقبل متخففين من الأحقاد، شعب واحد متسامح لبناء النهضة. تونس راس مالها كبير يا أبنائي وبناتي. ما عندناش بترول في تونس، ما عندناش ذهب في تونس، لكن عندنا ما هو أهم من ذلك. ماذا؟ عندنا
عندنا المادة الشخمة كما كان يقول الهبة، وعندنا الوحدة الوطنية. إذا استطعنا أن نحن نخدم المادة الشخمة، نخدم عقولنا، ربي أعطانا أرض من أحسن الأراضي في العالم، في وسط العالم، ولكن بشرط أن نحن نوحد صفوفنا، ما ناكلوش بعضنا، ما نهرشوش بعضنا. وقولوا تونس تتسع لكل التونسيين، الإسلامي والشيوعي وغيره، تتسع للجميع. المهم أن نحن نلتزم جميعا بالقانون، ونساهم جميعا في التنمية، وسيكون لنا نصيبنا، رزقنا سيصلنا بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كبرنا قلوبنا وعرقنا وبذلنا الجهد. فالله سبحانه وتعالى لن يتركنا لأنفسنا، وإنما سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذلك ربي وعدنا بأننا إذا خدمنا واستقمنا وعدنا بالنصر إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.